لعند يارا، يارا سنجب المعالج النفسي لنكمل بموضوع عيد البي انطلاقا من وجهة علاج النفسي لنشوف كيف بيقدر هيدا البي بضر هيدي الظروف يتأقلم، ما بعرف شو بده يعمل بحاله. مهم يارا، بونجور يارا، كيفك؟ منيحة الحمد لله. ماشي الحال؟ وي يارا شو بيعني لك هيدا النهار؟ أكيد عيد البي بيعني للكل، ما في حدا أكيد بيو هيك قاعد عليه مرور الكرام، يا بيكون بمحلات بيكون أكيد أثر بطريقة كتير إيجابية، بمرات بيكون مأثر بطريقة سلبية. وكمان ما بدنا ننسى الأشخاص يلي هن عم بيحاولوا إنه يكونوا بي وما عم يقدروا، ما بدنا ننسى الأشخاص يلي بيهم متوفى أو يلي بيهم انتقل للحياة الثانية، الأشخاص يلي كمان عندهم علاقة سيئة مع بيهم يلي كمان ممكن هذا النهار يكون شوي حساس لأنهم. نحن البسيكولوج بنحب نحكي عن الناحية الإيجابية بس كمان بنحب نحكي عن الناحية السلبية، نذكر العالم إنه في ناس ممكن كمان يكونوا هيك مزعوجين هيدي الفترة أو متضايقين، وأشخاص كمان ممكن يكونوا مبسوطين بهيدا النهار لأنه ما حدا هيدا البي منه طابع عنده هيك بطريقة معينة إيجابية أو سلبية ومش مقطوعة عنده هيدا الصورة عن البي، وهيدا الدور اللي عن جد كبير للبي بالغالب. نعم يارا، شو الصفة اللي بتحبيها بوالدك واللي أخذتيها منه؟ هلا انا رح احكي عن البيات بالاجمال لانه البيات بالعاده بناخذ منهم كثير صفات، ومثل اذا بدك بيعطونا كثير فكره عن كيف اول شيء كيف الحب من كفتاه، اول شيء كيف ممكن رجل لازم يكون يحبها، فهو بيكون اذا بدك اول حب بحياته، وهو بيعطيها فكره انه كيف لازم بعدين ستاندردز تبعها، يعني كيف لازم تكون عم بتنقي الاشخاص اللي بعدين رح تكون عم تتعامل معهم بحياتها، وخصوصا شريك حياتها، الاسس يلي لازم تكون عم بتنقي عليهم، كيف شكل الحب يلي لازم تكون عم بتنقي على اساسه. لهذا السبب لازم يكون حب البي كثير هيك مقدس لبنته، هيدا الشيء يكون عم بيشجعها ويدفشها انه تكون عم بتنقي الخيارات الصحيحه بحياتها، خصوصا لعائلتها بعدين ولزوجها. البي كمان بالاجمال بيعطي فكره عن كيف لازم يكون الالتزام بالقوانين، يعني بنلاحظ انه الاولاد او حتى الاشخاص الراشدين يلي ما بيلتزموا بالعاده بالقوانين، يلي هن بيتجهوا مثلا لجرائم، لسرقات، لمخدرات ببعض المرات، يعني يلي ما بيلتزموا بالقوانين هن بين ما كان موجود فعليا بحياتهم وما كان عم يلعب دوره. لهيك دور البي بالعيال كثير مفروض يكون مهم، ولازم يكون عم يعطي فكرة واضحة عن الحب لأولاده وفكرة واضحة عن القوانين لأولاده كمان. يارا، قد ايه بعيادتك يعني بتشوفي مشاكل عند الاولاد او الشباب بيكون السبب الرئيسي هو البي، اكان بحضوره او بغيابه او بشخصيته او بطريقه تصرفه معهم؟ قد ايه بتحسي انه هالقد بيترك اثر مش ممكن الايام تمحيه؟ يعني بنعمل نحن عمليات بيعملوا لها تجميل حتى السيكاتريس ما تبين، بس الجرح النفسي قد ما مرقت ايام الا ما تجيكي مناسبه او ظرف معين او موقف معين بذكرك بيرجع كانه الجرح مفتوح عن جديد. مظبوط، صحيح صحيح، وخصوصا انه يعني دور البي مظبوط بالمجتمع بالنسبه لنا دوره شوي مهمش ومنعطي اهميه اكبر للام ولدورها ولقد هي هيك حاضرة بقلب العيلة، بس دور البي كمان كتير مهم ونقصه منلاحظ مثل ما قلت إليه إنه ممكن يودي لمشاكل نفسية وممكن تكون عم بتطول، ممكن حيالله شيء بالحياة يرجع هيك يكون عم ينكزها أو عم يدوي عليها أو عم يرجع
يبينها من جديد، حتى لو الشخص ممكن كان اشتغل عليها. بالنهاية البي بيعطي فكرة للبنت وللرجل كمان عن كيف صورة الرجولة، والرجولة هي بالنهاية نص المجتمع. فإذا كان عندنا فكرة سيئة عن نص المجتمع، يعني أغلبية الناس اللي رح نتعامل معهم بحياتنا رح نتعامل معهم بطريقة سلبية. وعادة الناس يلي بيكون عندهم علاقة سلبية مع بيهم كمان بحياتهم العملية بيكون عندهم ببعض المرات شوية مشاكل، بأغلبية المرات شوية مشاكل. فاللي بنلاحظه على طول وقتها يجي حدا لعنا وعنده مشاكل بقلب شغله، عنده مشاكل حتى بتنقيته لبعض القصص بالشغل أو للميجر تبعه لوظيفته لاختصاصه، ممكن كتير تكون القصص هيك شوي كونفيوزنج لإله، او شوي هيك عم يحتار فيها اذا كانت علاقته مع بيو منا ستابل. لانه في نعم كتير دراسات بتلاحظ قديش في تواصل او قديش في صله بين العلاقه مع البي والعلاقه المهنيه بعدين للشخص. نعم فممكن الاشخاص يلي بيهم ما بيتعامل معهم بطريقه مضبوطه او ما كان عندهم علاقه حلوه مع بيهم غير اختصاصهم وكمان كيف وظيفتهم وشغلهم وكل شيء، ممكن تكون كمان علاقتهم مع البوس تبعهم او مع الصوره السلطه بحياتهم كمان كثير نيجاتيف، لانه البي هو صوره السلطه كمان، صوره نعم الرجوله وصوره السلطه. فبيكون عندهم علاقه عاده كثير فيها مشاكل مع صوره السلطه يلي هي معقول تكون عندهم بالشغل، وهذا اكيد شيء نعم بيودي لمشاكل بشغلهم. يارا، ثانك يو لاطلالتك معنا اليوم بهالمناسبة. بتمنى لك بداية فصل صيف حلو كتير. الله يخلي لك كل محبينك. شكرا لاطلالتك معنا.